بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما نزلنا البايثون ونزلنا الماي اس كيو ال وعايزين ننزل يعني اديتور او اي دي اي من خلالها نمانج الشغل بتاعنا والكود والملفات اللي هنعملها. فانا هنزل فيجوال ستوديو كود في اس كود نظرا لامكانياته الجميله وسهولته، هاي مانج لنا الشغل بتاع الماي سيكول بتاع البايثون بتاع الجانجو بتاع كل حاجه احنا عايزين نعملها. فيعني فاحنا هنختار ان احنا نداونلود الفيجوال ستوديو كود، وهو صغير وبسيط وكويس وبينزل على كل الفيرجنز. فعملت انستول، هيبدا يعمل انستليشن لي. طبعا هنا بيديك نبذه ازاي تشتغل معاك، بيساعدك في الكتابه مش عارف ايه، يعني انتليجنت كود طبعا، وهو بيشتغل طبعا بيكتب في الكود بتاع البايثون سي بلس بلس سي شارب جافا سكريبت كل اللغه اغلب اللغات دي طبعا، شغله كله مع اللغات نود تايب سكريبت بايثون جافا سي بلس بلس الكلام ده. فطبعا هو مميز بان هو بيسهل لنا وبيدينا تعامل مع اكتر من حاجه بشكل موحد يعني. فعلى العموم هو خلاص بدا يعمل يخلص داونلود، ادوس عليه يفتح لي الانستليشن، اي اكسبت ونكست. مطرح ما ينزل مفيش مشكله، نكست نكست. خلي كل الاعدادات اللي هي الديفولت عادي جدا وانستول. لانش افتح الفيجوال ستوديو كود افتحه. تمام، انا بس هغير اللون عشان ابقى شايف كويس عشان اللون ده بيتعبني الدارك. خلينا في الديفولت. تمام، وطبعا الاول ممكن ننزل مجموعه من الاكستنشنز اللي تساعدنا في الكتابه، زي مثلا البايثون فيساعدنا في كتابه الشغل بتاع البايثون، ويساعدنا في يعني لما نيجي نكتب يقدر يطلع لنا الايرورز، يساعدنا في مطرح ما بنكتب وكلام زي كده. فهنعمل له انستول، بيساعدني في كتابة الفايلز بتاعتنا وكده. طيب ماشي، انا ممكن طبعا ممكن اكتب، لو انا مش طالع لي كده ممكن اكتب بايثون واجي سيرش في الاكستنشنز هلاقي الاكستنشنز ده. ممكن انزل بايثون فور فيجوال في اس كود برضه كان كويس، بيديني امكانيات. طبعا بص على الامكانيات اللي انت عايزها، طبعا بيساعدك في الكتابة يعني زي ما انت حابب. طيب محتاجين جانجو، الويب فريم ورك بتاعتنا. فانا هقول له طبعا برضو السنتكس بتاعنا عشان يساعدنا في الكتابه او في الاخطاء بتاعه الفايلز والكلام ده. عندنا الباك اند سنيبت بالنسبه لنا اولى، يعني سنيبتس طبعا عشان لما تيجي تكتب حاجه يساعدك في استكمالها او كلام زي كده. انتليسنس اللي هي بتنزل لنا ايه اللي هي مول دوت، يطلع لي الاوبشنز والفانكشنز الداخليه يعني. تمام، طيب نستكمل. لو احنا عايزين ننزل اكستنشنز تخص الماي سيكوال، فانا هروح على الاكستنشنز وهكتب هنا ماي سيكوال. طبعا ممكن انزل المانجمنت تول بتاع الماي اس كيو ال، وممكن انزل اس ماي سيكوال سينتكس عشان لو عندي اي اخطاء في السينتكس بتاع الاس كيو ال يعني يوضحها لي. ومش هختار السيكوال مانجمنت تول، ممكن تستخدمها انت مش مشكله، بس انا هستخدم حاجه اسمها اس كيو ال تولز، ودي مميزه بس في فكره ان انا اقدر اكونكت بيها على حاجات بتاعت الامازون بتاعت كاساندرا ماري دي بي اس كيو سيرفر ماي سيكوال اوراكل داتا بيس بوست جريز اس كيو لايت. فيبقى افضل لو تعاملنا معاها، لان انت ممكن تستخدمها في حاجات ثانيه اكتر بكتير. فانا عملت لها انستول، فهتلاقي هنا في ايكون طلعت لها جديده اسمها اس كيو ال تولز، من ضمن الايكونز ممكن تشتغل عليها. فلو عايز تعمل كونكشن على الداتا بيس بتدوس على اد هنا، هيقول لك انت عايز تكونكت على انه داتا بيس، فتدوس عايز اشتغل على ماي سيكوال، تسمي كونكشن عشان لو عندي اكتر من كونكشنز يظهروا هنا، ولوكال هوست وبتاع ومش عارف ايه داتا بيس، قلت له داتا بيس كنا عملنا داتا بيس اسمها ويب برو، ويوزر نيم برو والباسورد اللي كنا عاملينه كان اسمه ماي اس كيو ال باس كنا عاملينه كده، وهقول له يلا كونكت. قال لي ايرور نوت سبورت اوثنتيكيشن مود، طبعا ده معناه ان الايرور برضه هيحصل معانا واحنا بنكونكت على الماي سيكوال، بسبب ان الماي سيكوال بتاعنا شغال على حاجه اسمها في الفيرجن اللي هو 8 في عمليه تشفير يعني وكده يعني. ف
اغلب السيستمز اللي هي ما كانتش بتسبورت اللي هي لسه. انا شايف حاجه ادب شويه، او نحس او نقدر نعمل اكتر لليوزر مثلا لو انا دخلت على ماي سي كوال ادي الباسورد وماي سكيول باس تمام، اقول له انتر اليوزر روت ات لوكال هوست ايدنتيفايد باي اللي كان معرف باي، بس انا هنا هستخدم ايه، هقول له انا عارف ان الماي سيكوال في الفيرجن الحديث بقى عنده مشكله في بيشفر الباسورد باسلوب مختلف فالكونكشن ما بيعرفش يتم، فانا هقول له انا عايز ارجع للماي اس كيو ال نيتف باسورد، يعني عايز ارجع للباسورد اللي هو الاسلوب القديم. فانا عملت ايه؟ الر يوزر روت لوكال ايدنتيفايد باي ماي سكول نت الباسورد. انا ليه بعمل الكلام ده؟ لان كده كده مش هيقبل حتى في الكونكشنز بعد كده مع كله، فانا هرجع للباسوردات النيتف مش عايز الاسلوب الجديد بتاع ماي سكول ده، واحط الباسورد اللي انا عايزه، يعني مثلا ماي سكول باس ماشي اي حاجه الباسورد اللي انت عايز تكتبه. ماشي هو مش عايز الادي في الباسورد، ماشي ماي سكول باس عادي جدا ماي اس كيو ال بس ماي اس كيو ال نيتف هو مش قادر يقول ايدنتيفايد هي ايدنتيفايد ويز سوري ايدنتيفايد ويز ماي اس كيو ال نيتف باسورد باي والباسورد الجديد ماي اس كيو ال باس. ممكن اقول له فلاش بريفجز عشان يعمل ريفريشنج للصلاحيات، واروح على SQL tools بتاعتنا احنا خلاص دخلنا ماي اس كيو ال باس ده الروت ونجرب بسم الله. قال لي كونكشن تيست سكسسفول تو سيف كونكشن، خلاص كده ده الكونكشن بتاعي. لما ابدا بقى ان انا كده اهو انا اقدر اشتغل على اكتب الكوير اللي انا عايزه او اشتغل زي ما انا عايز، انا اقدر ريفريش ديسكونكت اعمل نيو فايل اس كيو ال في سيشن ويعني كني بقى شغال على الكوماند اللي هنا، يعني اقدر اعمل اي حاجه يعني كده مثلا كرييت داتابيز تيست نيو دي بي مثلا عملت اهو كده وقلت له رن كويري تمام نفذوا لي. قلت له طب لو انا عايز اعمل سيلكت اسيس فروم تي في نمبر 1 نفذت ده تمام سيلكت انتو EBL1 True values T1 بعدين بقوم insert اشتغلت تمام. قلت له select بقى الإجابة هذه اهي، فكده بقى أقدر أشتغل على الـ database بتاعتي و connect عليها وبقدر أنفذ على طول بشكل آخر. ده الاكستنشن بتاع ماي سيكوال. طيب احنا عايزين نبدا نقفل الكلام ده كله ونبدا في البروجكت بتاعنا بعد ما ظبطنا الاكستنشنز والحاجات بتاعتنا اللي احنا عاوزينها مع بعض، نبدا ان شاء الله نعمل بقى ايه البروجكت بتاعنا الجديد. السلام عليكم.